محطتي كأول متحدث هذه مكان شغفي، لكن اللجنة العلمية قررت هذا وقيتهم طابعينها، فأنا هم مانيش لأني عميد ولا لأني وكيل جامعة، أنا أعطونينا الأول، هي ما كنتش أتمنى ذلك. لكن خليني قبل ما نبدأ في المحاضرة نبدأ بقصة. أنا لما روحت خذيت الدراسة العليا وكملت وروحت في 94-95، وهذه تجربة أعتقد تجربة كل واحد فينا لي علاقة بالميديكال ولا بالدنتال أديوكيشن. إحنا خذينا الجامعة عشان درنا دراسات عليا، روحنا وما فيش حد حكالنا على الأديوكيشن إطلاقا، وهذه أعتقد تجربتنا كلنا، لا في دراستنا الجامعية ولا في دراستنا العليا تكلمنا عن حد علمنا كيف نقروا، حد علمنا كيف نقيموا، حد علمنا كيف نطوروا الكوريكولم، بل أن حتى فهمنا للكوريكولم what is it what does it include ما كانتش واضحة في ذهننا. وهذه مش تجربتي أنا، أنا أعتقد أنها تجربة أي واحد فينا، على الأقل نتحدث عن الأخوة الليبيين زملائي. وهذا ديفكت كبير في تجهيز الناس لمهمة مقدسة زي التيتشينج. اعتمدنا على خبراتنا الذاتية، اعتمدنا على المزايا اللي في كل واحد فينا في delivering our lectures وفي وبالمقابل لما جيت الكلية أنا لقيت الدكتور عبد الله دور ده عميد وفي رؤساء أقسام هنود، وكلفني بالقسم اللي نشتغل فيه في الأورال ميديسن والأورال سيرجري في ذاك الوقت، لقيت أوتلاينز، لقيت كونتنت، ما لقيناش التفاصيل بتاع الكوريكولم زي ما تعلمنا بعدين. وهذه ليست خطأ الكلية ولا العميد ولا هذاك الوقت، هذا اللي كان سائد في كل الجامعات الليبية وفي مختلف التخصصات. ولهذا هذا أعتقد أن كإدوكيتورز كناس من يشتغلوا في التعليم الطبي هذا الموضوع، موضوع التعليم الطبي والكوريكولم ديفلوبمنت، هذه مفروض تكون كور كومبوننت في أي بوست جرادويت ستدي لأي واحد يشتغل في الجامعة. طبعا المهمة بتاعي صعبة في وجود بروفيسور منتصر اللي هو واحد من خبراء الميديكال إدوكيشن في المنطقة العربية وفي الشرق الأوسط. والمشكلة الأخرى اللي تتعلق بنا احنا كأسنان أن الكونتريبيوشن بتاعنا على المستوى العالمي في الميديكال إدوكيشن مقارنة بزملائنا في الميديكال is less. يعني لما تخش في الليتريتشر، لما تخش في الليتريتشر ريفيو تلقى معظم البيبرز، معظم التجارب، معظم أسس التقييم مبنية على الميديكال. ويا صحيح في مشتركات بين طب الأسنان وبين كلية الطب، لكن يظل خاصة فيما يتعلق بسكيلز والكلينيكال سكيلز تختلف بين طب الأسنان والطب والطب ما يسمى الطب البشري، يعني أنا نقول طب وخلاص. في هذه البرزنتيشن اللي حنتكلم فيها عن عرف الكوريكولم، what is curriculum and what are the steps of developing a medical or dental curriculum، وحندير reflection على الليمو experience في الكوريكولم development. الكوريكولم بما فيها فهمي أنا في ذاك الوقت في 95 كنت نسحبه هو السيلبس، هو الأوتلاينز، هو الكونتنتس. وبعدين اكتشفنا أن في ناس مشتغلة على هذا الموضوع وقالوا أن الكوريكولم ما هوش الكونتنتس، ما هوش السيلبس، ما هوش الأوتلاينز،
وأول واحد كتب في هذا الموضوع فوبت في بداية القرن العشرين، أعطى comprehensive definition for the curriculum. وطلع بحاجة، he is the founder of the modern curriculum theory. Curriculum has to be to adapt to the needs of individual. وهذه مش بس ما وقفش عند هذا، ربطها بالحاجة المجتمعية to the needs of the society. وقال أن the students or the learner should not be taught what they would never be used. وهذه موجودة في كوريكولم تخصصات مختلفة بما فيها طب الأسنان. الحاجة اللي الطالب مش حيستفيد منها it should not be taught. و he concentrate on the skills that we are going to use it in our daily life. وهو ما يميزش بين الكوريكولم بتاع ابتدائي primary school ولا كوريكولم بتاع جامعة، the principles are the same. والإنسان من خبرته التراكمية يتعلم طول هالفترة primary school, secondary school، ومن مش بس هيكي هو أول واحد، وإن كان لم يشير صراحة إلى what we call now the hidden curriculum، لكن هو يقول the learning occurs as a result of interaction between peers, staff, family, and in the case of dentistry, patients. وهذا what we call now the hidden curriculum. The hidden curriculum is more important nowadays than a learned with other types of curriculum that we will know. بلكيك يسهل لنا. الاكستندد فيجن اوف كوريكولم، ات انكلودز، اتس نوت ا سيليباي، اتس نوت ان اوتلاين، اتس انكلود ليرنينج اوتكمز، الكونتنت، الادوكيشنال استراتيجيز، ليرنينج اوبورتونيتيز، الاسسمنت اند ادوكيشنال انفايرمنت. هذا المفهوم الجديد للكوريكولم، وير ايفر ات از، ميديكال ولا دنتال ولا social studies ولا وبعدين هنتكلموا على الستبس. في ناس هاردن هذا في 86 قسمها الى 10 ستبس. واحد اخر اختصرهن الى 4 components: teaching and learning strategy, the content, الاسسمنت بروسيدرز اند الايفالويشن بروسيس. انا حنمشي اكثر في خلال البرزنتيشن، حناخذ بالموديل هذا لان شفته مور ايزير فور مي تو بريزنت فور ذا برزنتيشن اند فور يو تو فولو وات ام توكينج اباوت. ايضا ايدنتيفاينج ذا نيد. انا لما جيت وضعت الكوريكولم بتاع تخصصي في كلية طب الأسنان جامعة قيرونس في ذاك الوقت، ما عنديش هذا المفهوم. أنا جيت من خلال خبرتي، شن اللي قريته في الأندرغرادويت، شن اللي شفته وأنا قاعد برا، وبالصدفة ولا بالواحد، أنا ما I wasn't involved in teaching at that time في الخارج، ولاني على اطلاع كبير بالكوريكولم بتاعهم، لكن هيك من اللي أعطاه لي فهمي في ذاك الوقت وضعنا كوريكولم في تخصصي وكل الزملاء في تخصصاتهم، كل واحد جاء قاعد يدير في التخصص اللي وي نيفر سيت توجذر تو ديتيرمين وات كواليتي اوف دنتست، وات سكيلز اوف ذا دنتست وي نيد فور اور دنتست. وهذاك الوقت السوشيال دومين واز نوت تيكينج اتس بارت ان ديفلوبينج ا كوريكولم. جاء مفهوم بروفيشنال ادوكيشن هاز نوت بين كابت ان بيس with the challenges largely because of the fragmented. هذا كانت الفيتشرز نتاع التراديشنال كوريكولم، fragmented outdated and static، يقعد لعدة سنوات. وهذا ادى الى ال equipped graduate. ودي سيز هذه مش بس انا، حتى هذا الرجل اللي يحكي هذا اوروبي ما يحكيش على ليبيا، احنا وضعنا اسوء مرات. To identifying the needs for the curriculum to be developed
There are many approaches. One of them is wise men approach. الناس عندها خبرة, expertise, seniors, يعرفوا بخبرتهم what is needed. Consultant with the stakeholders, study of errors in the practice, وهذه لها علاقة بأول حاجة. الناس وهي تشتغل كل الأخطاء اللي ترتبك فيها ترتكب فيها. Task analysis, study of star performers, الناس اللي عارفين اللي الناس تمشي لهم, اللي متريحين واللي ما عندهمش مشاكل في شغلهم, يكونوا ايضا part of the of the of the او مرات هم الوحيدين اللي يحطوا الكوريكولم. والريكومنديشن اوف ذا فوكال لوكال اند انترناشونال بروفيشنال بوديز. لما جينا نفكروا في ليمو, انا بالتفكير الحقيقي على الاقل على مستواي الشخصي, وبدأت نفكر في هذا الموضوع لما بدينا في الجامعه الدوليه, ومرات حتى مش في بدايتها في الاول, بعد سنه ولا سنتين. وهذه الحقيقه I have to admit ان لها علاقه بالكلتشر بتاع الدكتور محمد سعد, واللي كان عنده رؤيه فيجن, وهو اللي كان يتكلم على هالموضوع, هو اللي وعانا ليه. فلما قعدنا نحطه في الكوريكولم انا وزملائي اللي بدينا في الاول, كانت عندنا التحديات الاتيه. اولا ما عندناش للبروفيشنال دنتسي اورجانايزنج بودي, لا نقابه كويسه, لا اتحاد, لا رابطه, لا حاجه تحط لنا في جايد لاينز for practicing dentistry in the country. No agreed dental health policy by the government. حد فينا عارف الدولة شن تبي فيما يتعلق بخدمات الأسنان؟ ما حدش عارف ولا مكتوبة. نبوا نركزوا على شنو في تدريب من الطلاب, على الرستارت في الدنتسري, على التقويم, على الجراحة, مفيش. العالم كله حط guidelines لهذا العمل, احنا ما عندناش. ما عندناش كوميونيتي دنتال سيرفيس. يا اخي في هذاك الوقت في الثمانينات كان الوضع احسن, كان فيه عيادات مجمعه مجهزه, وكان فيه صحه مدرسيه فيها خدمات اسنان. الان خلال اكثر من 30 سنه, مش العشر سنوات الاخيره, 30 سنه لا عندنا عيادات مجمعه تشتغل تقدم في خدمات, لا في الرورال اريا ولا حتى في بنغازي. وما عندناش صحة مدرسية, انتهت الصحة المدرسية بالكامل. صحة مدرسية في بنغازي اللي كان شارع جمال عبد الناصر في خدمات المدارس كلها تجيهم, يديروا في 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 بريفنتيف بروجرامز, يديروا في تريتمنت, يديروا في بريفنشن. يعني الحاجة الثانية ان نو ويل كنترول ابيديميولوجيكال ستاديز, ماناش عارفين حتى الدنتال ديزيز اللي هنا مور كومن ان ذيس كونتري. تو بدأت الناس تفكر وتدير في الدكتور حيم ليه فيو بيبرز ريسنتلي, لكن زمان ما كانش فيه أي حاجة تقول لنا شنو الديزيزز اللي وي شود تيتش اور ستودنتس تو ديل ويت. فالابروش اللي درناها في هذاك الوقت, احنا خذينا كان عندنا كوريكولم كوميتي في الكليه, جمعنا مع بعضنا وشفنا بفهمنا في هذاك الوقت, ها ونأكد عليها, what we need, what we should include in our curriculum. خذينا بالريكومنديشن اوف ذا انترناشونال بوديز, الامريكان دنتال اسوسيشن, الجنرال دنتال كونسل, الأوروبيان كوميتي فور دنتال إدوكيشن, كانوا دايرين في بداية الاتحاد الأوروبي, كانوا دايرين لجنة تحاول توحد المناهج في الاتحاد الأوروبي. هذين اللي اعتمدنا عليهم, اعتمدنا على الفيدباك بطريقة غير رسمية مع البرايفت سنترز والكلينكس. وبعدين ريسنتلي قعدنا ناخذه في الفيدباك من الأندر أور جرادويتس, وهذه واحدة من الأهداف اللي دعينا خريجينا انه يحضروا امس الحفله, وحيكونوا معنا في اجتماع يوم الجمعه الجايه باش نناقشوا نشوفوا الفيدباك نتاعهم لما اشتغلوا في سوق العمل, شنو المشاكل اللي واجهتهم, هاو وي كان امبروف اور كوريكولم. الحاجه الاخرى الاستابليشينج ليرنينج اوت كومز اند كومبتنسي. الاوت كومز الليرنينج اوبجكتيفز اللي كانت موجوده كانت امبيجوس, كانت فيك, كانت مش واضحة, كانت مش كلير.
وبوتنج الليرنينج اوت كم بعد ما تحدد انت الدنتس شن تبي منه. جي الستب هذه تستبدأ بسيط اجرينج انت خلينا نحددوا الكومبتنسي اللي نبوها من الخريج وبعدين نحطوا الكونتنت اللي 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 وذيس از ذا مين درايف فور كوريكولم بلانينج. طبعا العالم الان وصل الى وات وي كول كومبتنسي او اوتكم بيست ادكيشن. في نهايه التدريب والتعلم كم سنه ياخذ في نهايته لابد عندك برودكت. البرودكت هو الدنتست. الدنتست هذا شنو الكواليتي بتاعه، شنو الكومبتنسيز اللي عنده فيما يتعلق بثلاث حاجات، بالنولج بالسكيلز وبالاتيتيودز. الاوتكم بيست كومبتنسيز لازم يتحدد فيه، it should be clear and ambiguous, reflect the accepted area of competencies, reflect the vision and mission of the school and the university, it should be manageable and should have a clear relationship between the outcomes of each domain. الثلاثة three main domains, there should have a relationship between the three. احنا في الليمو needed competencies are identified وموجودة في الكوريكولم على مستوى البروجرام كله وعلى مستوى على مستوى الـ على مستوى الـ 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 disciplines وموجودة في الكورس specification. We train teachers and facilitators في هذا الموضوع بدورات مختلفة في الداخل وفي الخارج. والcompetencies وزعوا فيها على طلبتنا في بداية كل عام دراسي، وفي دخلنا حاجة لها علاقة بالكونتنت، إن عملنا الكونتينوس كلينيكال أسسمنت. فيش طالب يمتحن في نهاية العام على حالة جيه واعرة جيه سهلة بالصدفة ينجح، تعتمد على الممتحن اللي يمتحنه يسقط ينجح واعرة، لجنة واعرة ولا لجنة سهلة، دار كويس شغل، مش هذه القصة. احنا الطالب عندنا بيدخل نهاية العام وهو داخل على 70% من الدرجة، قيم من خلال continuous development. دخلنا الأوسكي في في في, في الكلية، والأوسكي في اختيارنا للستيشنز كنا مراعيين الحاجة هذه، مراعيين أقل حاجة النولج، مركزين على الكلينيكال سكيل، ومركزين على على الاتيتيود، على البيهيفير، على البيشنت مانجمنت. وبعدين عملنا البي دي اس اكزام اللي هو فاينل اكزيت اكزام، كلينيكلي اورينتد اكزام. حاولنا نديره فيه علاقه بين التري دومينز مع بعض. تكلمت عليها. There are different types of curriculum وهذه يعني ما هيش جديدة، كل الناس عارفها. في written curriculum اللي مكتوب في الورق في الدوكيومنت بتاع أي institution، التوت curriculum اللي قروا فيه، السبورتد curriculum، الأسست curriculum مش كل اللي قروا فيه الناس تدير في assessment عليه، وبعدين الليرند تقري وتدير assessment، لكن اللي تعلم الطالب هو اللي اسمها الليرند curriculum. وطبعا الاكسكلودد كوريكولم والهيدن كوريكولم. انا نبي شويه نركز هنا على الهيدن كوريكولم. تشوف ان الكوريكولم او التعلم عمليه معقده مش سهله، مش المحاضره، مش العملي، راهو الطالب. وانا اي بيليف ان اللي تعلمه من الهيدن كوريكولم اكثر من اللي تعلمه من الريجولر ليكتشرز. ولا شوف كيف، سواء كان من الاتيتيود نتاع التيوتر نتاعه، نتاع الفاسيليتيتور، الانفايرمنت اللي هو موجود فيها، الكلتشر، الستوري اللي تحكيها للطالب وانت تحكي، الفيزيكال جستشرز، البيهافيرز، الفاكولتي تريتمنت اوف ستودنتس، الانفايرمنت، كل هذين هن اللي في النهايه يكونون لك الحصيله اللي بتكون شخصية الخريج.
اللي مو دنتال كونتنت احنا دخلنا حاجات ما كانتش موجوده في الكوريكولم في ليبيا على الاقل. دخلنا الريسيرش ميثودولوجي في مراحل اولى، طلبه في سنه اولى وفي سنه ثانيه ياخذوا في البيزكس اوف ذا ريسيرش. الريسيرش ميثودولوجي والريسيرش بروجكت يبدا فيها طالب من المراحل الاولى وبعدين في النهايه يتخرج وهو داير ريسيرش بروجكت. توتال كومبرهنسيف بيشنت كير، وعندنا اليه لتقييمها. ايثكس لو اند بروفيشناليزم الاي ال بي، الكوميونيكيشن سكيلز، الكريتيكال ثينكينج. حاولنا ندخل البراكتس مانجمنت وما قدرناش لان ما لقيناش اكسبيرتس تو كفر ذيس، وما زالت موضوعه على الاجنده اننا حنتعامل مع المستقبل. وبعدين ريسنتلي دخلنا الانتر بروفيشنال ايديوكيشن انفولف في عده كليات، وهذه واحده من الريكومنديشن تاع الانترناشنال بوديز. في الاورجانيزد كونتنت عندنا تراديشنال كونتنت اللي كلكم اوير اوف، وماشي بيزك ساينسز وبعدين بري كلينيكال وبعدين كلينيكال تراديشنال، وبعدين السبايرال ابروش اللي هو ديفلوبد باي ايرلي اون، ولكن كتب بيرنر هذا قال اوتلايند ان ايديوكيشنال ابروش وير لينز ريفيزيتد ذا سيم توبيك. سبايرال تبدا بسيمبل ثينجز وبعدين افري تايم الستودنت ويل فيزيت ذا كوريكولم، يعمق ديبن النولج بتاعه والسكيلز بتاعه، ولما يطلع يتخرج انا حنضطر نمشي بسرعه. هذا هو الاتيتيود. سو اي ستارت تو ثينك از بروفيشنال فروم داي 1، وهذه واحده من الريكومنديشن بتاع الميديكال ايديوكيشنالست. ناو يقول لك حتى طالب سنه اولى المفروض يخش العياده، مش حش عشان يشتغل بس عشان يعيش الاتموسفير بتاع العياده، عشان يشوف وات از اكسبكتد فروم ا دنتست، يشوف زملائه كيف يشتغلوا، يمكن يكون اسيستنت، يمكن يدير شغل ممرضه. وهذه حاولنا حنحكي عليها بعدين في هذا السبايرال كوريكولم يدير لك ريفيزنج توبكس از فيزيت ديفرنت ليفل اوف ديفيكولتي، نيو ليرنينج از ريليتد تو بريفيس ليرنينج، والكومبتنس اوف ستودنتس انكريز ايتش فيزيت. وهذه دورنا، هذا هو واحد من اللي هي ريكومند ان الطالب هيلب early experience helps students to socialize with their chosen profession. هذا واحد يبي يكون dentist لازم يعرف الدنتست شنو يدير من الأول، باش يجهز روحه حتى في self directed learning، يجهز روحه مش كل شيء حيعطوه، لا يعرف وظيفته هذه شنو متطلب منه. It can influence their future career choices. The curriculum core curriculum of our school falls in three domains: psychomotor domain للtechnical skills، وهذه طلبتنا ياخذوا فيها في سنة العلوم الأساسية لما يجونا في كلية طب الأسنان في سنة ثالثة في المعامل، الhand skills والaffective domain behavior and management، والcognitive domain اللي هي والcritical thinking. Attempts have been made to get the pre-clinical students to be engaged in clinical management with limited success. حاولنا نديروها اننا نخلو طلبة السنة الأولى يجوا، وكانت في ذهني زمان ان لازم يجوا على طول السنة، لا مش ضروري، ممكن يجي 3 weeks 4 weeks 6 weeks يعيش في العيادة شوية وبعدين ينتقل للمرحلة الكلينيكية. Deciding education strategy طبعا فيها different ways to tackle the strategy: student-centered, problem-based, integrated and interprofessional teaching, community-based, elected and systemic. وهذه اللي سموها spices. عدي في الليمو active learning approach was strategic decision of the university since 2009. كاني ما شغلت سيد الرئيس. وكانت with the introduction of the BBL. في البداية قعدت كل كلية تدير في BBL متاعها. سنان درنا BBL، خضنا التجربة، ما كانتش سهلة، ستاف محدود، متطلبات كبيرة، ولكن درنا. بعدين تولتها كلية العلوم الطبية الأساسية في المرحلة الأولى، يعني لعند سنة ثالثة وطالب ياخذ في problem-based learning و active learning, other methods of active learning.
واعتمدنا أن الجامعة student centered university. We trained the staff on active learning strategy. مشينا عاد جزء حتى من مجلس الجامعة ومن العمداء لجامعة قناة السويس اللي هي رائدة في 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 في, في التعليم الطبي في المنطقة، وخذينا دورات. وبعدين الناس اللي 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 اللي, اللي تدربوا قاعد يدربوا في 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 ناس. وبعدين حنحكوا على النقطة هذه مثال قدام. Encouraged of self-directed learning, continuous leadership pressure. محمد في كل اجتماع يطرح في هذا الموضوع، وهي pressing us to start active learning وال self directed learning وال interactive learning continuous leadership pressure to adopt other methods of active learning. A teaching methodology ما فيش agreement all over the world على best teaching methodology. مش الاستراتيجي، التيتشينج. يعني في ناس تقول لك الانتر اكتف ليكتشر كان دو ذا جوب، في ناس يقول لك سمول جروب ديسكشنز ممكن تدير تجيب فايده. الاساينمنت وهذه احنا نستخدمه فيها كثير. الاساينمنت مش بمعنى كوبي بيست، الاساينمنت بمعنى ان ذيس بارت از تو بي ليرند باي self directed learning، والطالب مسؤول عنه، ما عادش نعطيه له انا في 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 محاضرتي. يعني اعطيته موضوع دار فيه self directed learning، دار فيه assignment، خلاص هو مسؤول عنه ونمتحن فيه بعدين في نهايه الكورس. اعتمدنا ايضا على في الليمو على external examiner reports and feedback experience من senior colleague discussions analysis of student course evaluation evaluation and the quality assurance office. في نهايه كل كورس وفي نهاية كل عام دراسي الكواليتي أشورنس أوفيس يعمل في ريبورت على الفيدباك بتاع الستودنتس والستاف. التريننج كورسز فور ستاف باي ادوكيشنالست اوف ذا يونيفرسيتي. التشالنجز اللي واجهتنا في هذا الموضوع حاجتين: البارت تايم ستاف كانوا يمثلوا عدد كبير عندنا في طب الأسنان، الوضع أحسن الآن، واللي هم بيزي في كلياتهم وبزي في عياداتهم وما عندهمش وقت حتى لما نديروا دورات ما كانوش استجابه ما كانتش قويه. وكلتشرال بروبلم طبعا في اللي متاثر بالكلاسيكال والتراديشنال، ما في اللي متاثر بالمكان اللي قاعد فيه، فكانت فيها مشكله. احنا الاكزام از ان امبورتنت ستيمولس فور ذا ليرنينج. Student is the key component of the curriculum. What should be assessed related to specific client outcome. يعني الامتحان لازم سواء في جزء النظري أو في جزء العملي لازم يكون له علاقة بالcompetences اللي إحنا علمناها للطالب. How it should be assessed. نستعمله في الرتن، يعني كل أنواع styles of exam نستخدمه فيه. Short answer, matched questions, MCQs. Single answer, true and false, كلنا نستخدمه فيه. Performance assessment نستخدمه في الأسبي والأسكي. عندنا log book نبون نشتغله في المستقبل على على portfolio. في فرق بين الاثنين، لكن إحنا اللي توا عندنا log book. What are the aims of the assessment? When the student should be assessed وحكيت عليها. Who should assess the student؟ نستخدمه في 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 الانترنال ستاف، الاكسترنال تيتشرز، البير اسسمنت في 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 المرحله الاولى، والسلف اسسمنت للطلاب في كل في كل كلينيك. وهذه اكثر في كلينيكال سيشنز، الطلاب يقيموا في 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 بعضهم ويقيموا في انفسهم. وتغطى الحاله هذه في الانتجريتد انتو براكتس ديمونستريتنج الليرنينج وفي الانتربريتيشن في المراحل المتقدمة. الحاجة الأخرى في الكوريكولم ديفلوبمنت الكوميونيكيشن. يقول لك failure to keep staff and students informed about curriculum is the main recipe for failure. لازم الطلاب مع الأستاذ يكونوا على تواصل دائم فيما يتعلق بالكوريكولم، ولازم ناخذه بملاحظات متاع الطلاب، هي علاقة تبادلية. The teacher responsibility
to ensure that students have a clear understanding of the learning outcomes, learning resources, how can match the available learning experience with their own personal life or needs. Whether they have mastered the topic or not, if not, what can be done to improve. وفي هذا الإطار احنا عندنا documented clear learning outcomes, عندنا study guides, مش في كل areas لكن في كثير منها. We are using the model as a method of communication with students. We are providing an academic advisory for our students. Promoting appropriate educational environment, حتى هي واحدة من الحاجات المهمة. هنقول لكم احنا شنو نمشي لل improving the infrastructure of clinics, labs and lecture halls. مش كيف بدينا كيف توا وصلنا مرحلة كويسة. إمكانياتنا كويسة. طالب عنده فرصة في العيادة يدير as much clinical work as possible. Optimal staff number. ما يبداش الأستاذ في الكلينكس مش قادر يركز. جبنا optimal staff number. Good salaries and creating sense of satisfaction للستاف. Role model of the leadership. Openness and transparency. ما فيش حاجة مخفية مفتوحة. نناقشوا مع بعضنا في الكوريكولم, في نتائج الامتحانات, في كل العوائق اللي تصير. Good library service. Supportive services. Student engagement. في كل الـ students. Extra curricular activities وغيرها. Managing the curriculum to deal with curriculum complexity. نعدينها. فيما يتعلق بهذه النقطة, احنا في الجامعة الدولية بشكل عام من البداية عرفنا أهمية هذا الموضوع. فعندنا أكثر من خمسة الآن educationalist في كل كلية, في واحد متخصص في التعليم الطبي, عنده ماجستير في التعليم الطبي, وهذا ما هم اللي حيتحملوا مسؤولية curriculum development في السنوات الجاية. وعندنا consultant for education and learning, وعندنا vice president for learning, وهذا الستركتشر مش موجود تقريبا as far as I know في أي جامعة ليبية على الأقل. Regular meetings between the faculty of dentistry and the faculty of applied medical sciences في كل سنة في بداية العام علشان يراجعوا الكوريكولم, والتريننج كورسز فور اور ستاف. هذا يبين الجدول, حاولت تبين فيه العلاقة بين الليمو ليرنينج اوتكمز بشكلها العام وبعض السكيلز اللي احنا طالبينها, وين هذه الأشياء تدخل في الليرنينج اوتكمز. مش حنقدر نخش لأن الوقت ضر علينا. عجبتني هذه ولمس من عند الواحد, قلت خلنا نريح شوية. لقيت الدكتور البروفيسور يعقوبي, هذا واحد بتاع جيولوجي هو بالأساس, لكن واحد أنا أعتبر فيه من الناس اللي فعلا عندهم فيجن للموضوع. كتابك: يوم أخذت الابتدائية شعرت بأنني لمعة طفلا, ويوم أخذت الإعدادية شعرت بأني صرت متعلما, ويوم أخذت الثانوية شعرت بأني صرت محسوبا من المتعلمين والمثقفين, ويوم تخرجت من الجامعة كنت أشعر بأنني مخزون محترم من المعلومات, ويوم تحصلت الماجستير شعرت بأني معلوماتي ناقصة. وأعتقد هذا كلنا مرينا بهالستيج هذا. ويوم تحصلت على الدكتوراه علمت يقينا بأني لا أعلم إلا بعض الأشياء من هنا وهناك, ولكني تعلمت كيف أتعلم. وهذه مفروض ما يتعلمهاش الواحد في هذه المرحلة المتأخرة من عمره, مفروض حين تعلموها early on. وأنا أحاول أن تعلم وأعلم وأعلم بأني مقصر, وكان بالإمكان أن أتعلم أكثر, وأن أفعل ذلك أتمنى أجد طريقة أفضل لنقل ما تعلمته. وهذا بروفيسور يعترف بأن رغم أنه بروفيسور ورغم أنه من successful people, ولكن still he thinks that he needs to be more. وهذه رسالة الأستاذ التي استهوتني. Take home measures, the curriculum revision and evaluation was not expected to get right from the first time. The curriculum will continue to evolve and will need to change in response to local and global circumstances and to change in challenges in dentistry. Success is not final, failure is not fatal. It is the courage to continue that counts. If you are going to hell, keep going. وعجبتني هذا. I always ready to learn
هذا وينستون تشرشل، أنا متأكد كثير من الشباب الصغار ما يعرفوه. تشرشل هذا واحد زعيم بريطاني وواحد من أبطال الحرب العالمية الثانية، على مستوى السياسة مرات إحنا ما نحبه واجد، حارب في السودان وحارب في اليمن وداير مشاكل واجدة، وواحد من جماعة الأبعاد بالفور والقصص دينا كلها، لكن تكتشف أنه هو عنده جائزة نوبل ويحكي عن ليرنينج في أكثر من مكان. I always ready to learn although I don't always like to being taught. هو بيتعلم، هذا يحكي على سيلف ليرنينج، يحكي انك انت. واللي بينا احنا شنو نقوله؟ اللي ياكل بيده، اللي ما ياكلش بيده ما يشبعش. شكرا لكم.